أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا اللحظة في هذا الجزء الثاني من غرفة الأخبار في هذا اليوم 21 أكتوبر 2020. اليوم يعود تلاميذ لمقاعد الدراسة بعد انقطاع طويل. عودة تأتي في ظرف خاص حتمله فيروس كورونا الذي حرمهم من التمدرس منذ 12 من مارس الماضي. إذن هذا الوضع الخاص الذي حتمه فيروس كورونا يتوجب عناية خاصة بهذه الفئة، هذه الشريحة الحساسة من المجتمع، هذه الشريحة النشطة. كيف سيتم مرافقة التلاميذ وكيف سيتم تحضيرهم نفسيا للدخول المدرسي، وما الذي يجب على الأولياء أولا ثم المعلمين والأساتذة بالمدارس ثانيا من أجل توفير ذلك الجو الملائم لعودة التلاميذ، وخلينا نقول تلافي التخوفات الموجودة من العدوى، من الخوف من الذهاب إلى المدرسة في ظل استمرار وباء كورونا. هذا الموضوع مشاهدينا الكرام سوف نثيره بالتحليل والنقاش رفقة ضيفتي هنا في الاستوديو الدكتورة يحيى وسامية، الأخصائية النفسانية في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بولاد يعيش بالبليدة. صباح الخير سيدتي. صباح النور، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. إذن قبل أن نستفيض في النقاش سيدتي، نعرض عليكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير من إعداد الزميل ياسين بونقاب، تحدث فيه عن كورونا التي حرمت التلاميذ من الدراسة لمدة 8 أشهر وكيف سيعود التلاميذ لمقاعد الدراسة، ثم نعود للنقاش. بعد إنهاء السنة الدراسية قبل أوانها بسبب جائحة كورونا وبعد عطلة طويلة دامت لأكثر من نصف سنة، يستعد التلاميذ لبداية موسم دراسي جديد. التزمت الوزارة الوصية بضمان مخطط استثنائي وإجراءات تنظيمية لإنجاحه، إلا أن الأولياء والأساتذة لم يخفوا قلقهم من الوضع العام لظروف التمدرس. فيما يخص الدخول المدرسي الجديد خاصة طور الابتدائي، مدارس في الابتدائي تمشي بقرابة 500 حتى 600 تلميذ على رأسها مدير واحد، يعني تطبيق هذه البروتوكولات راح يكون صعب جدا. احنا رانا متخوفين، يعني بعد ما لاحظنا باللي يعني تحضيرات مكاش، يعني خاصة من ناحية ضد المرض هذا تحضيرات مكاش، وزدنا لاحظنا يعني بالنسبة للروتار تاع فصل كامل تاع السنة الماضية وشهر تاع السنة هذه، يعني هذه السنة اللي راها جاية احنا رانا متخوفين منها. العطلة الطويلة التي دخل فيها التلميذ مجبرا بسبب الوباء أثرت سلبا على قدراته الإدراكية والمعرفية، مما قد يزيد من صعوبة استئناف الدراسة. العطلة تستمر تولي النوع من تولي نوع من الضغط، لأن الراحة هذه الكثيرة هي تعتبر من زاوية النفسية هو اضطراب. لماذا؟ لأن حتى لاكورب أو المنحنى تاع الراحة فيه منحنى ما يفوتش شهرين أو ما يفوتش 3 أشهر مثلا، إذا كانت الراحة أكثر من 6 أشهر يعتبر عائق ويعتبر اضطراب نفسي، وبالتالي لازم نوجد روحنا. التلميذ يعني اللي كان مدة 7 أشهر ولا غائب عن حجرات الدراسة يحتاج أيضا إلى تأهيل، يحتاج إلى رعاية خاصة للدخول المدرسي الجديد. سنة دراسية استثنائية بحاجة إلى تضافر جهود الجميع من أجل إنجاحها. إذن أستاذة، هي سنة دراسية استثنائية تحتاج لتضافر الجهود كما قال الزميل ياسين بونقاب. تابعنا بعض التصريحات لمختصين وبعض أولياء التلاميذ حول خصوصية هذا الدخول المدرسي. ربما نبدأ من نقطة الراحة أو العطلة الطويلة التي دخل فيها التلميذ. الآن ما الذي تتوجب علينا القيام به كآباء أو حتى كأخصائيين نفسيين؟ يجب علينا التحضير النفسي للأطفال. التحضير هذا يكون من طرف الأولياء أولا، بعدين المعلمين. أوكي. الأولياء عندهم دور مهم جدا، كما قلنا لازم تضافر الجهود. تضافر الجهود مع المختصين من أطباء، مختصين نفسانيين، معلمين، وكل والأولياء، كل شرائح المجتمع. طيب، يعني حتى انه الولي اليوم معليش انه يتقرب الاخصائي النفساني باش ربما يشرح له كيف يتعامل مع هذا الطفل. لما نتحدثوا انه طفل 8 أشهر ما قراش، تابعنا تصريح لاحد المختصين انه قال انه الطفل دخل في مرحله اضطراب نفسي، يعني هذه العطله الطويله ما الذي سببته للطفل من ناحيه نفسيه؟ العطله الطويله هذه اثرت كثير على الاطفال من الجانب النفسي. هذاك الفراغ اللي كانوا فيه والملل خلاهم يتوجهوا للألعاب الإلكترونية، يعني
يقضوا ساعات طويلة في الألعاب الإلكترونية، وهذا الشيء سلبية. هذا سلبي راح يأثر لهم على الجانب النفسي والجانب الإدراكي والجانب الإدراكي للطفل. لاحظنا أيضا اليوم هذه الأطفال وبلات عندهم عزلة قلق مهمة هذه يعني حتى كورونا خلينا نقول أستاذة بين قوسين أنه كورونا حتمت على الأطفال أنهم يجلسوا في البيوت، الأولياء يخافوا على أولادهم بيخرجوا من البيت، هذا الجلوس في البيت ربما عنده إيجابيات وعنده سلبيات ربما. الإيجابيات أنه الأولياء بلوا أقرب أكثر لأبنائهم مهم مهم جدا. يعني الكورونا ربطت العلاقات ورجعتها متينة، خلت الوالدين يقعدوا مع أولادهم ويتابعوهم. نعم الشيء السلبي أنها طولت. الشيء السلبي أنها طولت والأولياء وقعوا في الفخ تعالي بالله، تعبوا كثير من الأطفال ولو يقولوا لهم كلام سلبي كثير وقتاش يحلوا المدارس وتروحوا انتهناوا منكم. يعني جملة ردت كثيرا هذه. نعم. شفناها حتى في وسائل التواصل الاجتماعي أنه آباء أو أمهات متى تعود الدراسة كي يعني نتخلص من هذه الفوضى في المنزل. ألوغ حتى ولو يمارسوا عليهم عادات سيئة جدا كالصراخ والضرب، يعني ولات حريتهم مقيدة في البيت، وإحنا نعرف أنه الطفل يتحرك لكي يتطور وينمو، ولا مقيد. والخوف اللي كانوا فيه الأولياء نقلوه لأطفالهم، ما رد بالك ما تمش لا. حتى اللغة اللي خطبوا بها الأطفال يعني من كورونا، يعني أنا إنسان كبير لما يتحدث مع إنسان كبير في خصوص كورونا ونخوضوا ربما في تفاصيل معليش لأنه إنسان كبير وعي، لكن الطفل صغير لما تحدث كورونا بالك راح تموت إلى غيرها من الأمور، هذا ربما يشكل صدمة الأولى. نعم راح يشكل صدمة الطريقة اللي نلقي بها المعلومة، ماشي أني نخفي المعلومة، الصراحة مليحة كثير. لكن عندها بس لغة خاصة، عندها لغة خاصة، لغة اللي يفهمها الطفل. كيف يلقن الولي الطفل هذا الفيروس؟ راح نصارحه هذا الفيروس موش راح يقتلك، هذا الفيروس نقدر نتخلصوا منه بشيء بسيط، غسل الأيدي بالوقاية. وهذا الشيء اللي راح نتكلموا عليه، هذا داخل في التحضير التحضير للدخول المدرسي. طيب قبل ما نخوض في تحضير الدخول المدرسي وكيف يتعامل الأولياء مع أبنائهم خلال عودتهم للمدارس، وهذا جزء مهم ومهم جدا، لكن حبيت نبقى في نقطة العادات السلبية التي أصبحت لدى التلميذ اليوم وأصبحت لدى الطفل الذي غاب لثمانية أشهر عن عقد الدراسة، طريقة معاملة من الوالدين وتحدثت عن أسبابها إلى غيرها من الأمور، ربما هناك خلينا نقول آثار نفسية سلبية ترتبت عند هذا التلميذ، كيفاش نخلصوه منها؟ كيفاش ربما نعطيه المفاتيح للأولياء اليوم باش يطويوا هذه الصفحة وما تبقاش هذه العادات والله هذه التعاملات اللي تعاملوا مع أولادهم خلال فترة 8 أشهر تأثر في حياتهم مستقبلا وفي خلينا نقوله في الحياة النفسية تحول. على الأولياء يتعلموا التربية الصحية، التربية الإيجابية، كيفاش تكون التربية الإيجابية وشنو هما الأخطاء اللي لازم نتفاداهم باش تكون علاقتي مع ابني علاقة سوية، وشنو هي وشنو هما الأشياء اللي تقوي لي علاقة الطفل مع والده. من بين الأشياء كنا تكلمنا عليها الصراخ، نصرخوا على الطفل، الضرب، المقارنة، نقارن طفل مع طفل آخر، الكلام الجارح، انت ما تفهمش، الخلافات الزوجية، فوالا التشكيك في قدرات الطفل او في اخلاقه، انت ما تفهمش، انت على بالي ماكش راح تقرا، انت على بالي ماكش راح احكام مسبقة، احكام مسبقة انا حنبرمجو على ان هذا الطفل ما يقدرش يقرا من بعد. هذه كيف تأثر في النفسية لكي ربما الأولياء اللي رانا يسمعونا في هذا الصباح، رانا في بداية موسم جديد، في انطلاقة لموسم دراسي جديد، يعني الولي اليوم اللي كان ربما يشك في قدرات ولده على أساس أنه فقط باش يوصل معلومة أو أنه خلينا نقوله باش يريح عاقل، يهدر له هدرة، ربما هذه الهدرة تأثر فيه كثيرا، ربما رسالة للأولياء. وعلى الأولياء يتوقفوا على هذه الأشياء ويتعلموا الحوار الإيجابي مع الأطفال. نتكلموا كل ما هو سلبي نحاول أني نتجاهله، حتى ولا طفل دا سلوكات سلبية ولا راح للمدرسة وبكى وعنده رفض دراسي
نحاول نفهم هذا الطفل علاش راهو خايف من المدرسة، أسكو راهو خايف من الوضع اللي رانا فيه تاع الكوفيد، وضع الوباء هذا، راح يكون تخوف هذا ما دام التخوف موجود عند أولياء التلميذ هو الأول، أو راهو صرالو من قبل حادث في المدرسة ولا مقدرش على الانفصال تاع الأم تاعو، دونك راح نحاولوا أن نحلوا هذا المشكل، وعلى الأولياء يصادفهم أي مشكل يتقربوا من الأخصائيين النفسانيين الموجودين في خدمتهم في وحدات الكشف والمتابعة الصحية. طيب إذن اليوم يعود تلاميذ للدراسة، التلاميذ سوف يعودون وفق عادات جديدة عليهم. نعم. التلميذ راح يكون بالكمامة، البعض ربما هناك دراسات تقول أنه التلميذ الصغير لا يحتاج لكمامة، وحتى أنه الكمامة تأثر عليه سلبا في طريقة التنفس، حتى نوعية الكمامة المستخدمة والتي ربما قد تضر هذا الطفل أكثر مما تنفعه. اليوم الولي ليدي ابنه للمدرسة، ما الذي يجب أن يحضره؟ كيف تم التحضير أو كيف يكون التحضير لهذا الدخول؟ التحضير ينقسم على شقين، تحضير جسدي، كيفاش نحمي الجسد التاعي، راح نهيئه من الجانب الصحي الوقائي، وشنو هما العادات الجدد اللي راحين نكتسبوهم، راح نعلمه كيفاش نلبس الكمامة، كيفاش نحي الكمامة، كيفاش يكون، كيفاش نغسل يدي، نمدوا له عدة نصائح انه ممنوع اني نقترب من ادوات زميلي ولا استعملتها، نعقم يدي قبل وبعد استعمالها. الاطفال عندهم عادة انهم يقبلوا الاساتذة تاعهم، دونك راح نحضروا مسبقا قبل ما يدخل، ما هوش راح يكون باسكو الى راح الاستاذ والاستاذ صدوق قال له لا ما نسلمش عليك، لازم يكون محضر من قبل باش ما ينصدمش من رده فعل الاستاذ. ايضا نهتموا قلنا بالتغذيه تاعهم، نهتموا بالنوم تاعهم، النوم تاعهم كان جد مضطرب، الاطفال كانوا يرقدوا في ساعات متاخره من الليل وينوضوا في ساعات متاخره من النهار. دونك هذه الاشياء كلها تأثر على الجهاز المناعي وتأثر على كيفاش يتصدى الجسم للفيروسات. أيضا نشرحوا لهم بلي راح يصيبوا في المدرسة، المدرسة ماشي كما كانت من قبل، القسم راح يتغير، العدد تاع التلاميذ راح يتقلص، راح تصيب روحك تقعد وحدك، راح توقف في أماكن مخصصة للوقوف، ما كاش لعب في الفناء، ما كاش هذوك التجمعات. أيضا من هذه الأشياء. طيب ربما في هذه النقطة أن نوجد تلاميذ لعادات جديدة ونوجدهم خلينا نقول بروتوكول الوقاية هذا. صحيح البعض يقول لك أنه بروتوكول الوقاية موجود في المدرسة، المدرسة ستتكفل بحماية الأطفال وحماية عمال التربية من خلال البروتوكول الصحي الموضوع، لكن خلينا نقول تبقى دائما هذا البروتوكول الصحي خاضع لالتزام أو مدى التزام التلميذ أو مدى التزام العامل أو مدى التزام أي شريحة من شرائح المجتمع. هذه الشريحة أستاذنا عرفوها، التلميذ اللي راه في السنة الأولى ابتدائي وفي السنة الثانية ابتدائي، التلميذ اللي راه في التحضيري سوف نتحدث عنه لأنه راح يتعرف على عالم جديد، نتحدث ربما عن تلاميذ اللي ربما كيف نجعل التلميذ يلتزم بهذه الإجراءات، لأنه التلميذ احنا نعرفه ربما الكمامة ما يحملهاش ينحيها، ربما ينسى يغسل يديه، حتى كيفاش نزرع فيه هذه الثقافة وكيفاش نستخدم اللغة، ما هي اللغة التي يخاطب بها الولي تلميذه أو حتى دور الأستاذ هنا، يعني في بعض الأحيان تلميذ يسمع الأستاذ وما يسمعش بويه. كيف يكون ذلك؟ يتكلموا مع الأطفال على أساس انه كبير يفهم، نستمعوا لمخاوفهم، علاش ماكش حاب تلبس الكمامه، فاش ديرونجيك، شوفوا شنو هي الفوائد تاع الكمامه، وكان ما تلبسهاش واش يقدر يصرى لك، واش تقدر يصرى لنا. دونك الطفل يفهم والطفل قادر على التكيف بسرعه، يقدر يتكيف، ربما لو تحمل المسؤوليه يتحمل هذيك المسؤوليه. ترجع هذه لشخصيه الاولياء، اذا كانوا الاولياء متسلطين دير ما تحاولش تفهم، دير الكمامه ما تحاولش تفهم علاش درت الكمامه، هو راح يصد هو بطريقه مباشره، ما يفهمش انا علاش راني حندير الكمامه وعلاش راني حندير هاد الاشياء، علاش ما نهضرش مع صاحبي، علاش ما نشربش من القرعه تاع صاحبي. دونك
راح يكون راح تجيه صعيبه بصح يفهم فهم الطفل ونسمع له نعامله باحترام. هذه نقطة مهمة أستاذة أنت تشيرين لها من البداية هي الاستماع للطفل. فوالا الإصغاء للطفل، الإصغاء لمخاوفه، نعرف واش عنده معلومات على هذه الكورونا باسكو راهي الكوفيد حتى أنه يقدر يتلقى معلومات خاطئة من الشارع من أصحابه طوال الفترة هذه راهو كان مع أصحابه في الشارع إلى هنا دور الأولياء يسمع ربما أمور مغايرة جدا. نعم هنا دور الأولياء والمعلمين نعرف هذا الطفل واش عنده وش عنده معلومات، إذا كانت معلومات صحيحة راح ندعموها، وإذا كانت معلومات خاطئة راح ننصحوها. طيب نتجه ربما هنا الشريحة مهمة جدا، شريحة لن تدخل المدرسة هذا اليوم ستكون في نوفمبر في بداية نوفمبر هي شريحة أقسام التحضيري، هذا الطفل الذي سوف يقبل على عالم جديد بعيدا عن كورونا، ربما هذا الطفل حتى كي تحب تفهمه على كورونا مازال شوية في مرحلة ما يفهمش وما يلتزمش بتاريخ، لكن كيف يحذر الآن لما نكون عندنا ولي ولده ولا بنته مقبلة على الدخول لأقسام التحضيري، كيف يتم تحضيره نفسيا؟ قبل أن نستمع للجواب نتابع هذا التقرير من إعداد الزميل زهير رشطب حول فتاة تلتحق لأول مرة بمقاعد الدراسة ومقاعد التحضير ثم العود. البريكي رؤيا المدعوة جنى تستعد لدخول المدرسة لأول مرة وهو حدث أسعد كل العائلة التي شرعت منذ مدة في التحضيرات لتخرج يوم الموعد في صورة أحلى البنات. أنا فرحانة بالدخول المدرسي، بنتي الوحيدة تدخل العام هذا تقرأ سنة أولى إن شاء الله. رانا نوجدوا شينا ليزافير شينا طبليه ان شاء الله طبليه ان شاء الله لها. احنا في عادتنا في الدخول المدرسي كي يدخلوا الاولاد يقراو سنه اولى اول مره سنه اولى نديروا غرايف، وكان شكون يدير الغرايف كان شكون يدير السفنج كل واحد كيما يدير في داره. احنا نقولوا باش يجي صغير يعرف يقرا، احنا هكا عادتنا تقول كيما هكا. بنتي الوحيده راح تدخل تقرا العام هذا، ديتها شريت لها ليزافير ادوات مدرسيه طبليه توسكي فوق وراني فرحان بها ياسر لأنه أنا بالنسبة لي حدث مميز ومميز جدا. الظرف الصحي الاستثنائي هذا العام يشكل هاجسا لكل من له بنت أو غلام خوفا مما قد تفعله كورونا داخل الأقسام. احنا متخوفين من الوباء هذا تاع كورونا، نعطوا لهم كما يديروا الوقاية كما يحافظوا على أرواحهم والعمل على ربي. بصراحة يعني احنا نخافوا على أولادنا صح بربي إن شاء الله راح نعطوا لهم كيف ماشي يديروا الوقاية بالليبافات من الصغر بعد، وهم ملائكة الرحمن إن شاء الله ربي يحميهم إن شاء الله ربي يسرهم وربي يرفع لنا الوباء إن شاء الله. هذه التحضيرات تقابلها أعلى الطموحات، فالطفولة البريئة تمتلك أحلاما جريئة. فرحانة محمد وصلت بيه إن شاء الله. كواحدة من الوافدين الجدد على المدرسة جانا اليوم كغيرها من الأطفال ترقص فرحا باقتراب موعد دخولها لعالم جديد، والدعوات بأن يكون لها ولغيرها سعيد ويبقى النجاح هو المفيد. بالتوفيق لجنى ولكل من يلتحق بمقاعد الدراسة لأول مرة وحتى من يعودون مرة ثانية لمقاعد الدراسة. إذن دكتورة تابعنا هذا التقرير يعني تحذير للأولياء لبنتهم للدخول المدرسة لأول مرة، ربما من الناحية النفسية كيف يتم تحضير هذه الفئة الهشة والصغيرة جدا. الأطفال عندنا نوعان، فئة ترغب متحمسة للدراسة وفئة رافضة رفض تام للدراسة. الفئة المتحمسة راهي سهلت علينا العمل، نمدوا لها غير هذوك الارشادات ونبقى نتبعوا فيها يطبق ما يطبق الالتزام تاعه يوم بعد يوم. كي ترجع للبيت نقولها برافو اليوم رحتي للمدرسه، انا فخور بك، انا سعيد بك انك كملتي يومك، ونتجاهل ونتغاضى السلوكات السلبيه. الطفل الرافض للدراسه وتابعنا انهم كثر يوم الدراسه. نعم. الولي لما يروح يوصل ولده للمدرسه يرجع معه للدار يبدا يبكي صراخ الى غيره. الطفل الرافض للدراسه علاش؟ اسكو هذا الطفل تحضر نفسياً كما يجب للمدرسه. علاش انا نروحوا للمدرسه؟ باش نتفهموا، الطفل اللي يتحضر نفسيا راح يكون طفل واثق في نفسه، طفل مرتاح، طفل يندمج بسرعه. ربما ما هو العمل الذي كان يجب ان يقوم به الولي قبل العمل أن اللي يجب يقوم به الولي. الاطفال كلهم يخافوا هذاك الانفصال، راح نقول على والدي انا رايحين نروحوا بصح نعاود نولوا لك.
رايحين نعاودوا نولوا لك في فتره معينه. رايحين ايضا معليش ربما قلنا ما زلنا في اطار دائما تحضير هؤلاء الاطفال. استاذه ربما كي نواصل ربما في فكره وفي نقاش حول فيروس كورونا لانه هذا هو الظرف الخاص هو كورونا. التلاميذ الان سوف يجدون انفسهم ايضا امام التخوف من عوده كورونا او الاصابه من كورونا والتخوف من عوده الانقطاع عن الدراسه يعني لانه لو نرجع للسنه الماضيه التلاميذ راهم متاخرين في الدروس بثلاثيين كاملين ربما هذا راح يشكل خلينا نقول ضغط كبير على التلاميذ لاستدراك ما فات من السنه الماضيه ثم الحديث عن هذه السنة. الآن كي نخلص التلميذ من هذه الهواجس يعني كي نوفر بيئة أو نحط التلميذ في الدائرة المريحة لكي يقرأ ويزاول نشاطه. أي صحيح التحذير ولا خلينا نقول الوقاية من فيروس كورونا مهمة لكن في بعض الأحيان بعض الأولياء يبالغوا خلينا نقول يدخل التلميذ في هاجس من الخوف حتى أنه يخاف يخرج من الدار ربما يعني لا إفراط ولا تفريط هنا. نعم على الأولياء هذاك الخوف المبالغ فيه أنهم ما يتظاهروش الأطفال حتى إذا كان موجود ما قدروش يتخلصوا منه أم كاين مختصين في الميدان يقدروا يتواصلوا معهم. الطفل قلنا لكي لا يركز الطفل على كورونا كثيرا ويركز في دروسه ربما ما الذي يجب القيام. نعم نتفادوا الأخبار هذه متابعة الأخبار يوميا الإحصائيات هم يطلعوا راهم يحبطوا خصوصا قدام الأطفال الكورونا موجودة النقاشات دائما العائلية نعم. حول كورونا قدام الطفل الكورونا موجودة نعم نتفادوا أن نحكوا له وش الأشياء اللي لازم يعرفها الأشياء اللي لازم يعرفها كيفاش يحمي نفسه وشنو هما الأعراض وشنو هما الارشادات اللي لازم نتقيدوا بهم لكن التفاصيل وتعقيدات المرض وفلان مات وفلان كان عنده هذا الاضطراب ومات يعني هذه الاشياء يدخلوه في حاله هلع وحاله خوف وممكن شديد وممكن يرفض يروح الدراسه وممكن يرفض يروح الدراسه وممكن يروح الى اجبرناه على الدراسه يروح ويقعد منشغل ب انا حننقل العدوى ولا لا انا حننعدى ولا لا يعني راح يقعد منشغل مش راح يركز لي في الدراسة. طيب أستاذة دكتورة يحيى وسامية الأخصائية النفسانية في المؤسسة العمومية الاستشفائية لولاد يعيش بالبليدة شكرا لك على هذه المشاركة وشكرا لك على الرسائل التي أعطيناها للأولياء وللتلاميذ للتحضير النفسي الجيد. إذا كان هناك كلمة أخيرة تفضلي قبل أن نختم. في الختام نتمنى إن شاء الله عودة موفقة ومكللة بالنجاح لجميع أبنائنا على الأولياء أنهم يساعدونا في الوقاية من هذا الوباء بمشاركة هذه النصائح وتطبيقها على أرض الواقع. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام تغطيتنا الإخبارية لا تزال متواصلة لهذا اليوم الدخول المدرسي الذي سيكون بعد لحظات وسننقل الصور الأولى لعودة التلاميذ لمقاعد الدراسة والبث المباشر سوف نكون حاضرين من أجل نقل كل ما يرافق هذا اليوم الأول لعودة التلاميذ المدرسة البروتوكول الصحي وغيرها من الأمور بعد هذا الفاصل القصير.